مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. ميزات جديدة بدأت توصل إلى تطبيق التليجرام. هذه الميزات وصلت قسم منها وقسم منها بعد ما وصل. قبل ما أبدأ أشرح لكم هذه الميزات، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك للفيديو. مثل ما تعرفون تطبيق التليجرام ينزل ميزات جديدة حتى ينافس بقية التطبيقات. الميزة اللي وصلت إلى تطبيق تليجرام حاليا هي ميزة توفير الطاقة وميزة رجال الأعمال، راح توصل بالتدريج إلى كل المتابعين. بالنسبة لي بعد ما وصلت، لكن راح أتكلم عليها. والآن راح ندخل من داخل التليجرام. دخلنا على التليجرام ورحنا على الإعدادات، راح تشاهدون هنا بالأسفل توفير الطاقة. توفير الطاقة طبعا كل ما نقص الشحن عندك، طبعا أنا الآن 54، فتقدر تخلي مثل ما تشاهدون هاي الميزة كلش حلوة. لو خليت 42 راح يشتغل تشغيل فيديو تلقائي، تشغيل الصور. طبعا ميزة جدا رهيبة وذكاء جدا خارق بالنسبة إلى تطبيق تليجرام. حتى تحافظ على البطارية تقدر تخليها هنا. شوفوا من عبرة البطارية بعد كل شيء يصير، ما يتحمل لا صور لا تشغيل تلقائي للصور المتحركة وهكذا، حتى يحافظ لك على بطارية الهاتف. هاي الميزة جدا مهمة وأتمنى تفعلوها. أنا راح أخليها على 70 طبعا، حتى من ينزل تحت 70 أبد ما يشتغل التليجرام. والميزة الثانية اللي وصلت هي ميزة التليجرام رجال الأعمال. مثل ما تشاهدون راح نروح على هذا الرابط اللي انطانا اياه، هذا الرابط تليجرام رجال الأعمال راح يكون موجود في الإعدادات أيضا. أنا شفته تحت ميزة توفير الطاقة، لكن حاليا لقسم من المتابعين وصل وراح يكون بالتحديثات القادمة يوصل، بس أكثر شيء لمشتركي التليجرام المميز. فمثل ما تشاهدون هنا هذا آخر تاريخ 31 مارس 2024، وسيقوم تليجرام بإضافة ميزة رجال الأعمال في التحديثات القادمة. أتمنى أنه استفادتوا إن شاء الله. هذا التليجرام راح يزيد الميزات وإن شاء الله تستفادون من عنده. فقط سمعت أنه راح تبدي الأرباح أيضا على تطبيق تليجرام من قبل فترة، لكن إلى الآن ما زادت الأرباح بالنسبة للتليجرام. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا. طلب لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.